على مستوى السويس تقريبا 4000 شاب خريج، بس اللي هيفوز فيهم بالفرصه دي حوالي 1000 و1300 شاب خريج. ب 1300 1300 اسره مكونه من خمسه، يعني بيتهيألي عدد مش مستهان بيه. وانت مالكش شغل في اي جهه؟ مفيش، حضرتك كل ما اروح اي شركه يقول لك دبلوم زراعه. لا طب اروح لمين؟ يعني حضرتك دبلوم زراعه، بكالوريوس زراعه، طب بيطري، الثلاثه دول ممنوع الاقتراض. مفيش اي فرصه عمل لينا في اي جهه. الشركات ما بتطلبش دبلومات زراعه. طب نروح لمين؟ حضرتك تم مخاطبه المحافظ مره اخرى ومفيش حاجه تاني. طب اعمل ايه؟ حضرتك انا بناشد رئيس الجمهوريه. يا سياده الرئيس انت قلت 1.5 مليون فدان هيتم استصلاحهم لشباب الخريجين. مفيش، احنا قلنا خلال سنتين الارض دي ما اتزرعتش،